للمزيد حول الأسواق العالمية إذن ينضم إلينا من دبي رئيس قسم الأبحاث في أكوتي جروب رائد الخضر. إذن أستاذ رائد، نزيف النقاط الذي شهده مؤشر الداو جونز في جلستين، هل نراه يستمر خلال الجلسات المقبلة؟ حقيقة التراجع اللي نحن شفناه على مؤشر الداو جونز والمؤشرات الأمريكية بنتيجة إعلانات بعض الشركات وإعلانات أرباح مخيبة للآمال بعض الشيء ضغطت بشكل أكبر، إضافة إلى يعني هل هناك تراجع؟ لا أعتقد أن هناك تراجع مستمر في أسواق الأسهم، وإنما هي عملية تصحيح، عمليات جني أرباح. السلوف اللي شفناه كان هو بنتيجة بعض البيانات التي صدرت، ولكن إجمالا مقاومة استمرار صعود الأسواق الأمريكية لا تزال موجودة مع الأمال بمزيد من الإنفاق على البنى التحتية، والتي بلا شك ممكن أن تحرك الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير إيجابيا. نضيف إلى ذلك نقطة مهمة وهي متمثلة بالتخفيضات الضريبية التي طبعا سوف تؤتي بثمارها بشكل أكبر على أداء الاقتصاد الأمريكي. نعم، كذلك الأسواق تترقب اليوم أستاذ رائد اجتماع الفدرالي الأمريكي، ما الذي يترقبه المستثمرون من نتائج هذا الاجتماع؟ لا نتوقع أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي في هذا الاجتماع، وإنما من المتوقع بشكل أكبر أو أن يكون هناك التركيز كله مصبوب على بيان السياسة النقدية وعلى أي تصريح الأخير لجانت يالين كرئيسة للفدرالي الأمريكي. هذا آخر اجتماع تعقده، وطبعا من ثم التركيز سوف يكون على الخطاب للرئيس الجديد للفدرالي الأمريكي. إجمالا النقطة الأهم هو هذا آخر اجتماع تقوم به جانت يالين، من غير المتوقع أن يكون تحديثات، ولكن أي تركيز على أن التضخم المتراجع داخل الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال يشكل أرق أو يشكل نوع من التأخير في قرارات الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر ورفع أسعار الفائدة، قد يؤثر سلبا على أداء الدولار الأمريكي الذي هو أساسا يعني تحت ضغط كبير خلال تعاملات شهر يناير وأيضا خلال العام الماضي. نعم، إذا كما ذكرت الدولار الأمريكي لا يستجيب لخطاب ترامب أو لترقب المستثمرين لقرار الفدرالي اليوم، ما الذي سنراه؟ هل سيستمر الدولار تحت هذا الضغط في الأشهر المقبلة؟ حقيقة يوم الجمعة الماضي كان نوعا ما confusing، يعني تصريحات ترامب أثارت بعض التناقضات. كان هناك سابقا حديث لوزير المالية بأن يكون هناك دولار أمريكي أقل، وبالتالي ذلك يدعم الاقتصاد الأمريكي ويدعم الصادرات على وجه التحديد. أيضا نبرة السياسة المالية كانت خلال الفترة الماضية يعني تصر على أن الدولار الأمريكي المنخفض يخدم الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر، وأعتقد هذا الذي رأيناه على أرض الواقع. طبعا تصريحات ترامب قد تكون باتجاه منع أن يكون هناك يعني تلويح من الولايات المتحدة الأمريكية بأي نوايا بشأن حرب عملات أو دفع باتجاه العملة، كونه هذا أمر غير مباشر يحدث. نعم. التحكم يعني لا يوجد تحكم بسعر الصرف بشكل مباشر في الوقت الذي الفيدرالي يتجه إلى رفع أسعار الفائدة، من المتوقع أن يبقى تحت الضغط الدولار الأمريكي لفترة أطول. نعم، أنتقل للحديث عن سوق العملات الرقمية. عملة بيتكوين كسرت أمس حاجز 10,000 دولار. أين أو ما هو الاتجاه العام للعملات الرقمية، خصوصا مع تهديدات الصين وكوريا الجنوبية بوضع رقابة على هذه العملات؟ إجمالا يعني رأينا العملات الرقمية يعني خرجت نوعا ما من هذه عاصفة التحركات والبولاتيليتي أو التذبذب العالي الذي كانت عليه بعد ارتفاعات حادة، كان هناك أيضا انخفاض حاد. العودة الآن إلى مسيرة نمو متواضعة أو تغير متواضع نسبيا بالنسبة لأسعار العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين، يشير بشكل غير مباشر إلى أن هناك نوع من التحركات
تحدي لأي أمر تنظيمي أو توجه نحو تنظيم أداء هذه العملات أو منع هذه العملات. ارتفاع البيتكوين بعد تهديد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمنع هذه العملات الرقمية هو إشارة إلى أن هذه العملات تقضي حاجة نوعا ما أو تحقق يعني فائدة في الاقتصاد العالمي ككل، وبالتالي يجب احتوائها، يجب تنظيمها بدلا من منعها بشكل أكبر، وهذا ممكن أن يدعم إمكانية صعود أكبر خلال الفترة القادمة. كأداة مالية لا يزال هناك فرصة لمزيد من الارتفاعات على هذه العملة بناء على الحركة التاريخية السابقة لها. نعم، إذن كنت معنا من دبي رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب رائد الخضر، شكرا جزيلا لك.